فأعتقد يعني إن شاء الله هيكون في عدد كويس هيحضر إن شاء الله. إن شاء الله مش موجود، لكن كل ما العدد يزيد ده في مصلحتي الشخصية، فأنا برضو الناس تنزل عشان ما تنساش برضه يا باشا النهارده مش أجازة، الناس شغالة. المنافسة مع الأستاذ عبد الرحيم وطلع عمرو الشوكي، منافسة محترمة، كل المرشحين محترمين اللي حضرتك قلت عليهم، وأنا بتمنى لو ممكن إن شاء الله. توفيق ان شاء الله يا فندم.